نشرت الصحفية لمياء البكري مقطع فيديو مع الراية المغربية وشخص آخر وعلقت عليها من قلب مدينة باريس قريبا، وكذلك صورة مع المخرج كريم بن نيس وعلقت عليها الصديق والمخرج المبدع جدا واللي ديما ضحك، والكل يتحدث عن مقابلة قريبة لسعد المجرد مع ميد راديو. كيف ما كان الهواء نتاع اي بلاد راه ما كاينش بحال الهواء ديال البلاد نتاعك، كيف ما كانت زروقية السماء حتى شي زروقية السماء ما تتشبه الزروقية نتاع بلادكم. تجدر الإشارة أن الفنان سعد المجرد سيطلق فيديو كليب لأغنيته الجديدة محتال الحب على قناته على اليوتيوب يوم غد الأحد 18 شهر فبراير 2024.